شور باش مهندس تمام توقع الله وابدأ لأنه مفيش وقت وخذوا راحتكم مفيش مشكلة لا موتين واحد من أهل واحد مطلوب منا المهم قضي موعدين عن ميدات صار وريكم ايش يشغل لنا المهم انتم تاخذوا ايش ان البخار ينتقم من الغليات يلا توا المي اللي تنقع من التحليه يا شباب بيور صفر ما فيهاش طبعا هذه مضخة حق من الكلور الصبح هذه مضخة حق من الكلور هذا الحق بي بي ام واحد من مليون بيحصينا جزء قضيتوها ولا لا واحد من مليون ريش في سيابي تنشفر يقمع البخار اللي يمشي لنا الوحدات الناشئة الأستاذ مينوت حماد محمد رئيس قسم شؤون المياه بالمعهد العالي للتقنية الزراعية درنا تم اصطحاب الطلبة اليوم في رحلة ميدانية أو رحلة علمية طلبة شؤون المياه لمحطة التحلية خليج البومبا قام الطلبة بها باستكشاف تخصصهم بصورة أوضح من صورة النظري وتطبيق النظري على أرض الواقع كما هو موجود في محطة التحلية قام بهذه الجولة المهندس أحمد الشوبكي قام بجولة تعريفية بجميع وحدات تشغيل هذه المحطة من بداية إنتاج المياه أو بداية سحب المياه من البحر لعند إلى وصولها للمرحلة النهائية مرحلة الإنتاج وكذلك التشغيل البخاري للمحطة أو التشغيل الكهربائي لها. باشمهندس أحمد الشوبكي اليوم استضافت طلبة المعهد العالي للتقنيات الزراعية الفتايح. شرحت لهم طريقة تقدير المياه وتحليل المياه وكيفية معالجتها عن طريق التقدير اللي هو شوني هذا في محطة خليج البومبا وفهمتهم المية من وخذها من سحبها من البحر لحد انتاجها في الخزان الرئيسي وكيفية معالجتها وإيصالها إنها توصل المياه صالحة للشرب ونتمنى التوفيق للطلبة. هل كان في طرح اسئله من الطلبه لا الحق ان الطلبه متجاوبين معي وما شاء الله يعني طرحوا كم سؤال وكان الاسئله يعني في محلها صراحه يعني وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق.